ايه هو النموذج الصناعي؟ النموذج الصناعي هو الشكل الخارجي للمنتج، او بمعنى تاني هو اي ستيكر او اي عبوه بنحط جواها المنتج. الهدف من تسجيله ان احنا بنحفظ وبنحمي الديزاين الخارجي للمنتج. ده ايه اجراءات تسجيله؟ اول حاجه طبعا بيتم ايداع طلب رسمي للنموذج الصناعي داخل اداره النماذج الصناعيه. الطلب ده بياخد دوره في الفحص الفني وبيتم صدور القرار ليه بعد حوالي سنه واربع شهور. بعد كده بنعمل حاجه اسمها اشهار في الجريده الرسميه، زي بالظبط موضوع العلامه التجاريه، ولكن هنا بيختلف عن النموذج الصناعي. بنعمل له اشهار في الجريده الخاصه بالنماذج الصناعيه، ثم بنعمل مرحله التسجيل النهائي، وده اللي بنستخرج بيه الشهاده النهائيه للنموذج الصناعي. من غير شهاده النموذج الصناعي ما بنقدرش نقاضي اي حد بيستغل العبوه بتاعتنا، او بيستغل الستيكر، او بيستغل شكل العبوه من خلالها.